السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعلن النهاردة عن أفضل 3 ناس عملوا الامتحان. طبعا الناس كلها مستوياتها زي بعض، مفيش يعني الحمد لله، يعني الناس استفادت وعارفين يطبقوا الأساسيات. بس المشكلة الموحدة عند الكل هي إن هما فاكرين إن كتر الحركة هو اللي بيخلي الحاجة واضحة. ما ننساش المبدأ الأساسي، المبدأ الأساسي في الفيديوهات اللي احنا بنعملها ان احنا نوصل معلومه، فالسرعه مش مطلوبه، فلازم يبقى في عرض وجاذبيه للعمل. عشان يعني طبعا الاعمال اللي انا هعرضها دلوقتي عليكم، انا اخترت 4 مش 3، طبعا كلهم زي بعض، حتى في ناس كتير ما شاء الله، في تقريبا 50 واحد بعتوا لي الامتحان. ممكن يكون فيهم ناس افضل من دول من وجهه نظركم، بس دول انا اخترتهم يعني بناء على ان هم ادوا الحركة وقتها، ولا استعجلوا ولا عملوها يعني بسرعة ولا بطئوها. وفي نفس الوقت انا عايزكم تتخيلوا الحركة قبل ما تعملوها. يعني اي حد يعمل اي حركة يتخيلها قبل ما يعملها، يعني يتخيل السيناريو هيمشي ازاي. فخلونا نعرض الاول بس عليكم الاعمال دول. ماشي، ده بتاعت حسام عبد القادر. تمام، برضو معانا دي كان حاجة بعتها للناس. ماشي، ده برضو معانا برضو بتاع حسن صلاح. هو مشكلته السرعة، يعني السرعة بتاعته، بس الصراحة العرض بتاعه عجبني. تمام، عندنا برضو عندنا بتاع محمد فؤاد، عجبتني الحركة دي. تمام، هو عملها كلها، بس طبعا يعني حاجة زحمة ايا كان. وعرض الاسم بتاعه برضو في اخر واحد. طبعا الناس تقريبا كله نفس الحاجة يعني، بس انا اخترت الاربعه دول، ممكن يكون اللي شدوا عيني بحركه معينه. دي بقى اللي عجبني فيه، بس حركه الحركه اللي هو عملها، مع ان برضو ده يعني ده مش صح، يعني ده مش صح في الشغل، بس انا عجبني ان هو في تمكن في الحركه. انا هوريكم بقى الناتج اللي انا طلعته. تمام، وهشرح لكم ان ليه عملته بالطريقه دي. نرجع نجيب ال تمام نجيب انا كنت حاطه فين. سيكشن 3 workshop. تمام، ايوه، فين support؟ هو ده صح، ده الفيديو اللي انا طلعته. طبعا هعيده لكم تاني. انا صراحة كنت مستني واحد بس منكو يستخدم، شايفين انتوا دي اللي انا كنت مستنيكم تطلعوها، بس حركة الحركة دي كنت مستني حد يعملها بالحاجات اللي احنا اخدناها. بس يعني مفيش مشكلة، يعني في ناس عملت شغل فيها كويس. اهم حاجة البساطة والسلاسة. ناس لما جابت الكلام زحمت الدنيا. انا كنت عايزكم تلتزموا بالفريم اللي يعني بالشكل اللي انا مديهولكم في ملف الالستريتور، يعني مديكم الشكل بالمنظر ده، خلي الشكل هو هو. انا اديكم الحريه، بس بما ان العميل بيبقى موزع او المصمم هو بيبقى ملتزم بالشكل ده، فالتزم انت كمان بيه. ماشي، مره اخيره ده طبعا اللي انا طلعته. ده طبعا انت يعني ايه براحتك بقى انت وهو. لو حد عايز اي حاجه معينه في طريقه معينه في الحركة دي، طبعا استخدمت نفس الأدوات اللي انتوا بتستخدموها اللي احنا أخدناها في الدروس، ما استخدمش أي حاجة خارجية. فاللي عايز يعرف حاجة معينة مثلا عملتها ومش عايزني أقولها له، يعني عايزني أقول له الطريقة اتعملت ازاي أو كده، ما عنديش مشكلة. أنا يعني يا رب بس كل الدنيا تبقى بسيطة والناس تكون استفادت معانا. وانتظرونا إن شاء الله أول أسبوع القادم في أولى دروس المستوى الثاني. ما بحبش اقول متوسط ولا مبتدئ، لان ناس كتير ممكن تعمل
بعض الحاجات يعني البسيطة وتطلع بيها شغل محترف. أهم حاجة عايزكم تتخيلوا الحركة وتتخيلوا السيناريو اللي انتوا عايزين تعملوه. انتظروني في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.